استاذ ايهاب، رايك في التحكيم؟ بص، هو طبعا يعني احنا طول الوقت بندعم التحكيم المصري وبنقول ان احنا لازم يبقى التحكيم المصري ده يبقى ليه دفعه ولازم يبقى ليه يعني وقفه ولازم ان احنا نبقى نسانده. لكن اللي انت شفته او اللي انت بتشوفه في الفتره الاخيره فاق كل الحدود. ما يبقى حكم زي امين عمر نزل المباراه متربص من نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك اكتر من لعبه، اكتر من يعني من في كور ضربه جزاء وفي فاولات في نص الملعب غير طبيعيه. اما تيجي تشوف انت مدي مثلا وقت ضايع وتيجي تنهي المباراه قبل الوقت الضايع دوت بثواني احنا بنشوف النادي الاهلي الحكم بيبقى في الملعب يعني عايز ياخد الكوره في الوقت الضايع بايده يحطها جوه ال 18 بتاعه النادي الاهلي، ولو لو الهجمه خلصت بيستناها تيجي تاني. ولو الوقت خلص هو معاك الى ما شاء الله. لو الهجمه راحت للفرقه تاني يجيب جون يوقف الماتش. فاهم ازاي؟ بتشوف الست دقائق يلعبهم، 7 دقائق يلعبهم، 8 يلعبهم، 10 زي ما انت عايز. لكن مع الزمالك الوقت قبل ما ينتهي بيصفر الحكم. شفنا كره سامسون، التحام داخل منطقه الجزاء ما كلفش نفسه وراح بص على منطقه على حكم الفار بالظبط. وفي واحده في سيف الجزيري كمان، وسيف الجزيري فيه. فالنهارده انت بتتكلم على ان في، انا بقول لك في تعمد واضح من بعض الحكام لاقصاء نادي الزمالك عن التتويج للمره الثالثه على التوالي، ولكن ده مش هيحصل لارضاء كلاتنبرج، لان كلاتنبرج اداهم من اول الموسم. بقول لك حسام عزب ده حكم دولي فار، حسب اول ماتش في بتاع ضربه جزاء، يعني قال لك بعت الحكم قال له في ضربه جزاء، راح الحكم ما حسبهاش، راح وقف الحكم. طيب يعني فاهم قصدي؟ وغير كده كتير بقى. يبقى انت النهارده بتتكلم على يعني خطه ممنهجه موضوعه ان انت تعطل الزمالك السنه دي ان هو ياخد الدوري. اوعى 3 سنين ورا بعض. لا هياخد. بص لا اوعى 3 سنين ورا بعض، يعني الاتجاه يعني ما ينفعش 3 سنين كتير كده. ارجع كده كتير. ارجع امين عمر بالتحديد وشوف الاستاذ مرتضى اتكلم عليه قد ايه على امين عمر وحذر من امين عمر. وبالتحديد ماتشات الزمالك مع امين عمر اتفرج عليها. النهارده انت نازل المباراه اللي فاتت انت كحكم لا انت نازل متربص بالزمالك، جمهور اللي في الملعب لما بيتفرج عليك وانت صفارتك ظالمه. النهارده اتحاد الكوره مطلع عقوبات غريبه جدا 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 على جمهور نادي الزمالك واداري نادي الزمالك، ما شفناش الكلام ده الناحيه الثانيه.